أستاذ نظير، وعلى ذكر الشباب العراقي، دعنا نشاهد مقطع الفيديو هذا والذي يظهر فيه أحد الشباب المحتجين وهو يقول كلمات مؤثرة للغاية. دعنا نشاهد. يا حاكمين عراقنا رفقا به، خوفي على تاج العروبة يكسر، إنا لنصبح لو رأينا عثرة لكن عمرا كيف يقضى. تعثروا يا من باسم الدين أنت سرقتني، الدين لم يحمل لصوص سأكفر. إن الحضارة تستغيث من الأذى، قانون فجر الأرض عندنا ينحر. ملك لكم نفط العراق ونخله، والشعب ينتظر المعاجز تظهر. أحسنت أبو فاطمة، أحسنت. الحكم يغري والنفوس ضعيفة، سرقوا العراق وخلف سوره عمروا. قولوا لنا ما الحل لقد ضاقت بنا قلوبكم تقسو، وتعرض ضمائر الأنصار في بلدي كغصن ينحني حين رأى الأحلام يأسا تثمر. صعدوا على أكتافه حتى انطوى، ثم به ساروا إليه تظاهروا. يا موطني لا تستغيث من الأذى، يا موطني لا تستغيث من الأذى، أنت العراق وكيف هكذا تقهر. احمل عليهم قد طغت أصنامهم. يا موطني لا تستغيث من الأذى، أنت العراق وكيف هكذا تقهر. أنت الذي علمتنا معنى الفدا، سنغير التاريخ حين نجمهر. يا موطني لا تستغيث من الأذى، أنت العراق وكيف هكذا تقهر. احمل عليهم قد طغت. عدنا لكم مجددا. أستاذ نظير، عراق الحضارة، عراق العظمة، كيف ترى تلك الاحتجاجات وهذا الألم الكبير الذي يعتصر قلوب الشباب العراقي؟ يعني وأنا أسمع هذه الأبيات الشعرية التي كنت قد سمعتها يوم البارحة، حقيقة تجددت لدي ثقتي بأن هذا الشعب العراقي لم يخسر حضارته بسبب هذه الهجمة الهمجية التي يتعرض لها منذ 2003 ولحد الآن، منذ الاحتلال ومجيئي بهذه الحكومة الهمجية ولحد الآن بقيت أصالة هذا الشعب وبقيت يعني انتماءه لهذه الحضارة العريقة. والأبيات تدلل على معنى أن شعبا ينتمي إلى حضارة عريقة، وأن هذا المعدن الأصيل لن يذوب في هذه الهجمة الهمجية التي يتعرض لها.